صباح الخير، صباح يوم جديد مليء بالسعادة والسرور والفرح والنور، صباح الصحة والجمال. وتحية خاصة وطيبة من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي من قلب استوديو قناة الصحة والجمال، ولقاء جديد وحلقة جديدة مع برنامجنا وبرنامجكم طموح شباب. النهاردة حلقتنا مميزة غير كل الحلقات، النهاردة معانا نجوم الكوميديا. النهاردة ومعايا زميلي الإعلامي علي محمد علي، ومعايا ضيوفي الحلقة النجوم، معايا النجم الفنان رمزي أمين، الشهير بالفنان أبو أمين، صاحب فكرة الفنان أبو أمين، ومعايا كمان في الحلقة واللي منورنا المصور في الحلقة، المصور ومن ضمن فريق الأعمال طارق محمود، الشهير ببشار أبو زعفيرة، وكمان هيكون مشرفني في الحلقة الأستاذ يوسف ملاك نجم الكوميديا. طبعا الأستاذ الفنان رمزي أمين ويوسف ملاك المنصورة وكل أهل المنصورة، مركز تيمي الأمديد، قرية الربع. أهلا وسهلا بيك يا أهلا أستاذ رمزي أمين. أهلا وسهلا بيك يا أستاذ محمد، نورتنا في الحلقة، وإن شاء الله نقدر نقدم فقرة كويسة إن شاء تبسط الله. وتسعد السادة المشاهدين. شرف لي. أهلا بيك يا أستاذ يوسف ملاك. الله يسلمك. يوسف ملاك الشهير بالغمراوي، اهلا بيك يا استاذ يوسف، نورتنا في حلقتنا. وطبعا نروح للاقصر وكل اهل الاقصر الصعايده الجامدين، الناس المحترمين اللي على راسنا المواهب والفن، ومعانا الاستاذ طارق محمود الشهير ببشار ابو زعفيره. اهلا وسهلا بيك يا استاذ بشار. حبيبي بارك الله فيك، نورتونا في الحلقه، وان شاء الله باذن الله تكون حلقه جميله وتقدموا مجالكم الفني ومواهبكم بشكل جميل. عايزين نبدأ النهاردة بذكر الله أول حاجة، تاني حاجة عايزين نتعرف على نجومنا، هنسألهم النهاردة هم بيقدموا إيه، هيعرفونا بنفسهم أكتر إيه طبيعة عملهم، إيه المجال اللي بيقدموه، هنعرفهم، عايزين نعرف الأعمال منهم الأول. وأحب بس أفكركم بحاجة، الناس دي بجد بتسعى لتحقيق حلمها، الناس دي جاية من سفر، احنا هنعرف كل حاجة منهم دلوقتي عشان اثبت لكم كل حاجة. اتفضلوا وعرفوا انتوا طبيعة مجالكم ايه. نبدأ بالفنان ابو امين. تمام، عرفنا كده بطبيعة قولنا ازاي المجال. قولنا ازاي ابو امين بدأت مشوار طموحك؟ والله انا كنت في الامارات، تمام، وواحد عرض عليا الفكرة، تمام. لما نزلت مصر وكده بدأت اللي انا يعني كان حاجات عايز اخد حاجات حقيقيه من الواقع انا انفذها. جميل. بدات القناه الحمد لله. طبعا احنا بلدنا بلد ارياف. منين بقى؟ من ابو امين، المنصوره، مركز أمين. سمية الامديد. أيوة. قريه الربع. احلى تحيه لمركز الامديد قريه الربع في المنصوره. على راسنا طبعا. انا عايز اعرف بس حاجه، انتوا جايين من مشوار بقالكوا قد ايه مسافرين؟ انا يعني انا فاتح القناه وفي مجال تاني. لا لا، انتوا المشوار وانتوا جايين على هنا بقالنا بتاع 16 ساعه. 16 ساعه يعني تقريبا. يا علي، كسروا مسافه طويله جدا علشان يعرضوا مجالهم فيه. الفني وطموحاتهم، وكمان يتكلموا عن اهدافهم وطموحهم على الهواء عشان يعرفوا العالم والمجتمع ان دول شباب متطوحين. يعني طبعا. شباب متفوقين وعندهم طموح وعندهم اهداف يسعوا لتحقيقها. قول لنا يا استاذ امين، يعني حققت مجالك ازاي، وكان عمرك كام يعني لما بدات تحقق حلمك؟ والله انا لما نزلت مصر بدات ان انا انزل شغل، انا شيف في مطعم، بدات ان انا انزل شغل عشان اعرف ان انا احاول ان انا اجيب عده، ان انا اجيب ناس معايا، ان انا اجيب مصوراتي، ان انا اعرف اظبط اموري. انت معاك يعني فرقه متكامله بتعملوا المواقف دي، بتصوروها في الشارع وكده، ولا ليكم مكان مخصص ولا؟ لا احنا ملناش احنا انا الفكره، انا اللي بألف الفكره. تمام. وبجيب مصور وناس فرقه عمل معايا. معاك الفرقه دي؟ معاك معايا طبعا الاستاذ بشار.
تمام. طبعا المصور بتاعي انا اللي بصور الحاجات تمام. اللي الكاست يعني الكاست انت عامل كاست كويس، كاست عمل مكون من مصور ومكون من نجم كوميديا، يعني ما شاء الله انا شايف ان طموح عظيمه جدا، وكمان اداره لفريق كويس جدا، ربنا يا رب يوفقك دايما ومن نجاح لنجاح يعني ان شاء الله. انتوا معاكم حد تاني ولا انتوا بس؟ انا في فريق انا معايا فريق تمام. بس انا طبعا الاساسي معايا طبعا، انا طبعا بشار اتعرفت عليه لما رحت اشتغلت في الاقصر تمام. لقيت يعني قلت عايز اشتغل مع شغلي، كان عايز يعني يعلي جوده التصوير بتاعته ويخليها زي نظام مونتاج وكده. على كده انت شاطر في التصوير، يطور يطور من مجاله الفني طبعا، وده بيحتاج لفريق عمل. انت دخلت معاه في الموضوع بحيث ان انت تطور من مجاله وكمان تفيده اكتر بمجالك الفني. دي حاجه كويسه جدا. وطبعا نروح للاستاذ بشار ابو زعفيره المصور. طبعا قول لنا انت دورك كان مع ابو امين ايه يعني؟ والله انا ابو امين يعني واحد جابني يعني عرفني عليه، هو كان عايز مصور وكده عشان يعلي من جوده التصوير بتاعته ويبقى نظام يبقى ليه سيستم في التصوير تمام. كان الاول يعني عادي فاهم جميل. يعني زي مقدمه ونهايه، والواحد ده عرفني على ابو امين وانا اتكلمت معاه في التليفون والحمد لله يعني ما اختلفناش، يعني كنا نختلف حاجات بسيطه بس كانت عادي يعني. كله بيعدي طبعا. كله بيعدي، ومعرفه الرجال كنوز بصراحه. بالظبط فعلا حقيقه. يوسف ملاك ونجم الكوميديا، قول لنا يا نجم الكوميديا يعني كان دورك ايه في الفريق؟ والله انا كان دوري في الفريق ان انا كنت بنخترع فكره ونحاول نبسط الناس، نخليهم انت مخترع الافكار يعني؟ لا مش انا المخترع، كان المخترع معنا طبعا الفنان ابو امين. هو المخترع، هو المخترع. فكنا قائد طبعا، هو قائد الفريق، هو قائد الفريق وهو المخترع، هو راس الحرب. لا كلنا واحد والله العظيم يا استاذ محمد، يعني انا بعامل كل واحد يعني انا بعامل، بس انا يعني في ناس يعني قابلتني يعني اللي يقول لي ده كلام فاضي. ايوه ما هو ده كان سؤال مهم طبعا. ان انا اساله لك، اكيد انتوا الثلاثه في عمل ناجح ما شاء الله وادائكم عظيم فيه، اكيد واجهتوا فيه صعوبات، واجهتوا فيه حد بيحبطكم، حد يعني كتير. انا اللي عندي النهارده ناس بتبعت لي يا استاذ محمد على الفيز وعلى المازنجر وعلى القناه تقول لي ايه الكلام الفاضي اللي انت بتعمله ده، ده ايه ده؟ انا لو شايف اللي انا بعمل حرام يبقى حرام، بس انا مش شايف اللي انا بعمل طبعا حرام. طبعا بتلاقي سلبيات اكتر من ايجابيات طبعا يعني صح؟ انا لما رحت الاقصر بصراحه ناس كويسه وناس محترمه حبيبي طبعا على راسنا كل اهل طبعا يعني رحت اشتغلت في مطعم اسمه المحمدي طبعا ساعدني كتير، ساعدني كتير. ببقى شغال مثلا بقول له انا عايز اصور، طبعا الراجل ما بيختلفش معايا في حاجه بصراحه طبعا. ومعانا كمان على الهواء الفيديوهات النماذج العظيمه للاستاذ ابو امين، واللي هنشوفها على الهواء كمان ان شاء الله هتتعرض عليكم دلوقتي. والنماذج اللي احنا شفناها انت انا شفتها ما شاء الله، دي جميله جدا. ازاي يعني الناس تعلق عليها بشكل زخرفي؟ ده بالعكس دي حاجه جميله واعمال فنيه جميله. وانا شايف ان دورك الفيديوهات تنزل على الشاشه، عايزين وضح لنا انت بتعملوا ايه بالظبط. والله يعني انا المحتوى بتاعي كوميديا تمام. عباره عن ايه بقى؟ عباره عن ان انا بقدم فكره تمام واقعيه. فكره واقعيه زي ايه؟ بتوصل يعني قول لي موقف مثلا انتوا عملتوه او نزلتوا مثلتوه اخر موقف زي مثلا الانتخابات. زي الانتخابات مثلا. زي مثلا لو عايز حضرتك تشوف مثلا، انا اعتبرني قاعد في البيت تمام جاهزين يلا جاهزين نشوف حاجه على عملي كده. خلي اتفضل يلا هنوري للساده المشاهدين نموذج عمل فني منا. ما ينفع اقوم فيديوهات تعالى قوم اتفضل يلا. لا خليكم زي ما انتم يعني اتكلموا كده اتكلموا كده ماشي ماشي تمام تمام يا فندم. ازيك يا ولدي؟ ازيك يا ابوي؟ ايه الاخبار؟ تمام. بس بقول لك يا ابوي ايه، بس بتقول لي بلا ما تقوليش. ما انا بس هقول لك كمان ما تعصبش يا ابوي افهمني. قول يا ابوي. انا في واحد جالي من الامارات من دبي. طب ما هو ده اللي كنت عايز اقوله لك يا ابوي. يا ابوي افهمني انت داير تلف البلد عمال تقعد على القهاوي وعيل بايظ. يعني اعمل ايه يا ابوي؟ يعني ما اسهرش مع اصحابي ولا اعمل ايه يا ابوي؟ اختك جالها عريس. طب ما اعمل ايه؟ ما تتجوز. انا قلت لها ما تتجوزش. يا ابوي افهمني. افهمتك يا ابوي اتفضل. العريس ده ملياردير. ماشي تمام تمام. الوقت الراجل هيجيب عربية ملاكي وهيجيب 5 مليون.
يا نور النبي يا ابوي 5 مليون تتكلم جد يا ابوي؟ ايوه يا ولد. ده احنا هنغنغ نغنيغ. ماشي قول. طبعا انت قلت لي على اللي جاي لنا من سفر طويل ده. من منين؟ من الاقصر يا ابو امين. على دماغي على دماغي. ايه المطلوب مني؟ انا بصراحه تربنا شفت بنتك عجبتني، عايز بس خش لي بس. انا عايز اتجوز بنتك. انا وقتي معلش عارف وقتك من دهب. انا عايز اتجوز بنتك دلوقتي. ايه المطلوب؟ وين شفتها يا ابويا؟ بنت ما بتخرجش يا ابويا. يا ابوي شفتها في الكليه عندينا. وين كليه؟ هي وراكبه القطر يعني. وايه عايز يا ابوي؟ عايز اتجوزها عجبتني. ايه معاك يا ابوي؟ انا راجل اكدت حالي عشان ما اكدبش عليك. لحظه يا ابوي، ممكن بس كلمه لابوي بس؟ اتفضل. احنا يا ابوي خلينا في ابو 5 مليون عشان غالي ويطير يعني. ماشي. طب بص يا ولد عشان اقصر معاك. اتفضل قول. عشان انا وقتي عارفك من دهب يا خال. عارف. الوقت يا ولدي. انت عايز بنتي؟ تمام. 5 مليون مهر. ليه كانت ياسمين صبري ياك؟ هي بنت احسن من ياسمين صبري في ايه؟ ده انا بعشيها شاورما وبغديها كنتاكي. ايوه يا عم، مش الكندريزه رايز. هتقدر تجيب لها العربيه؟ لا يا ابوي ما كدبش عليك، انا ما اقدرش اجيب الكلام. ما فيش بنات للجواز. ليه يا عمي؟ ده ياسمين صبري ما قدمش كده. ابو عشير يا عمي يا ابوي يا ابوي، احنا حرين. مش احسن من ياسمين صبري في حاجه. احنا هنكدب ايه؟ جاب القمر للشمس يا راجل. ساكت. ده من المنصوره يا ابوي. معلش على راسنا. كل المنصوره بنات المنصوره. ناس حلوين والله وكويسين وزي العسل. معلش احنا بنتكلم. ايه معلش ايه؟ خلاص ما عنديش بنات للجواز. شق طريق يا عمي. بارك الله فيك. تمام عليها الطلاق، ما متجوز يا شيخ. ان شاء الله ربنا يكرمني بالاحسن منيها. انت كندريز رايز هي؟ عايزين استاذ محمد السكي يشوف الموهبة. طبعا ما شاء الله حاجة كده صغيرة. والله حاجة كده. عارف انتوا متكتفين برضو، انتوا قاعدين كده متكتفين عايزين حركة. بس ما شاء الله على أدائكم الفني جميل جدا، وعندكم روح الإبداع وكاريزما للتقديم. وكمان أنا شايف إن الأستاذ بشار يعني عنده الحس الإبداعي العظيم، لأن هو طبعا كان صعيدي وكان من الأقصر والناس الجدعان. طبعا قايم بالدور بشكل حقيقي. فطبعا انت مقدم نتيجه كويسه، مقدم عمل فني كويس. خلينا نتكلم مع الاستاذ ابو امين. يعني ما شاء الله استاذ ابو امين يعني الاب اللي بيقدم فكره عظيمه فعلا بتساعد الشباب. هو احنا طبعا هدفنا في الحياه ان احنا نوصل افكار ونوصل اهداف للشباب، وخصوصا موضوع الزواج، لان الناس بتواجه عقبه كبيره جدا، والشباب اللي في الفتره الحاليه بتواجه عقبه كبيره في الزواج. يعني المثل يعني ايه بيقول لك؟ يعني كقصدي في الموضوع كله، اللي ادي بنتك للي شاريها ما تديهاش للي دافع فيها. الله. ده كان موضوعي اللي انا بقدم الفكره، اللي في ناس فعلا معاها فلوس زي ما احنا شايفين الصوره على الشاشه لابو امين الفنان الكوميديان، فنان الكوميديا ونجم الكوميديا ابو امين. تمام. اللي فيه ناس طبعا. الصوره دي على فكره انا اللي مصورها. ما شاء الله. يعني طبعا المصور بشار هو اللي مصور له الصور الجميله دي وملتقط له الاعمال الفنيه، ده غير ان هو كمان المصور ومدير اعمالي كمان. او مدير اعمال. خلاص بقى في عقد. شايف ان الفريق جميل جدا. معاكم في التمثيل بقى ولا طبعا ولا مصور بس؟ هو يعتبر مساوي يعني، شارك معانا كذا. بيشارك برضه. يعني بديهم شويه افكار شويه كده. تمام. يعني انتوا كلكم بتساعدوا بعض. احنا بنقعد مع بعض. بنستشير بعض في الافكار. انا مثلا عندي فكره بقولها، بشار عنده فكره بيقولها، ابو امين عنده فكره بيقولها، اللي بتطلع حلوه وعجبتنا بنعملها. بس كل اللي في دماغنا ان احنا بنحب نوصل فكره للناس، فكره للواقع. تمام. في المضمون فكره ايه؟ انتوا يعني انتم بتعملوا كوميدي؟ كوميدي بس وكوميدي. يعني بس في هدف بتعملوها بهدف. ايوه في هدف. في هدف في حاجه في اخر الفيديو اللي انا بوصلها للجمهور اللي انا عامل. انت ماشي بمبدا زي مسرح مصر كده، استاذ اشرف عبد الباقي في اخر مسرحه بيختم بحاجه تفيد الناس. اكيد يعني اكيد انتوا في حد وقف جنبكم سندكم دعمكم، تحب تقولوا اهداء لمين وقف جنبكم وسندكم؟ والله انا بعد كل مثلا في بعض الناس
في محافظة اللوكسور طبعا. زي ما احنا شايفين على الهواء الفيديو اهو معروض لأبو أمين. اه دي كنت عامل لها انا عيد ميلاد. ما شاء الله الله أكبر، يعني كنت بتحتفل بال سميحة؟ اه مين اللي سماها سميحة؟ طبعا الفنان أبو أمين. مالك يا أبوي، مالك يا أبوي، مين زعلانة ليه يا أبوي؟ بنسرح لك أهو يا أبوي، بنسرح لك أهو اهو يا ابوي. مالك يا ابوي؟ الله يرضيك يا ابوي. كلميني يا بعريت رد علي. مالك يا ابوي؟ مين زعلك؟ مين زعلك بس يا ابوي؟ عارف والله مين زعلك. مين زعلك يا ابوي؟ يا ابوي مين زعلك؟ اما نسرع لك اهو يا ابوي. طبعا زي ما شفنا الفيديو، المحتوى العظيم والمحتوى الفني اللي مقدمه الاستاذ ابو امين بيحتفل محمد. والله انا شرف ليا اللي انا موجوده. الله يعزك، احنا مشرفين بيك، احنا سعداء جدا، احنا سعداء ومشرفين بحضرتك. لا زال في شباب في مجتمعنا ما شاء الله بيقوموا على رجليهم وكمان بيسعوا لتحقيق اهدافهم، بيكسروا مسافات طويله جدا. يعني انا شايف ان الفريق جاي من الاقصر علشان يطلع يتكلم، يوصل صوره للناس ويوصل هدف، وكمان يحقق طموحه واهدافه. وكمان بنناشد الساده المسؤولين اللي متخصصين في مجال الفن والابداع ومتخصصين في مجال الكوميديا، وان هم يقفوا معاهم ويساعدوهم ويدعموهم، لان الشباب دي ما شاء الله عليها عندها ابداع عظيم وعندها افكار جميله. ناخد بالافكار، واحنا عارفين ان الشباب في مجتمعنا شباب هم الدرع الراقي والحافظ على الشعوب، لابد ان نقف بجانبهم، ان نساعدهم، ان ندعمهم. طبعا احنا بنناشد الساده المسؤولين في ان هم يقفوا معاهم ويساعدوهم وينجدوهم. كلمه اخيره طبعا هنقولها للشباب، قولوا لنا اخر حاجه، يعني تهدوا برضو لمين تحيه خاصه وتحيه طيبه في انكم قمتم بعمل فني عظيم. والله انا يعني بهدي طبعا اولا المنصوره، تمام، كل واحد في المنصوره، وبهدي طبعا الاستاذ بشار حبيبي والاستاذ يوسف، وطبعا كان شاركنا كذا واحد عبد الله من الاقصر، وبشكر طبعا. طيب وفي نهايه حلقتنا، وكان معانا الضيوف اللزاز نجوم الكوميديا، كان معانا الفنان ابو امين والمصور بشار زعفيره، وكان معانا يوسف ملاك نجم الكوميديا. نورتونا في حلقتنا، ويا رب تكونوا قدمتوا محتوى كويس، ويا رب يكون لكم انتصار. شرفتونا النهارده، شرف لينا، شرف لينا ما شاء الله. والله ده شرف لينا اللي احنا عرفنا ناس زي كده. طبعا في نهايه حلقتنا تواصلوا معانا على تليفوناتنا وعلى الواتساب وعلى الفيسبوك، للي عايز عنده موهبه حابب يعرضها على الهواء. احنا طبعا بنقدم برنامجنا طموح شباب للي حابب يشارك فيه. وفي نهايه حلقتنا نكون قدمنا يا رب حلقه كويسه، دمتم في رعايه الله وحفظه.